UNESCO has decided this year to organize an event with young people in this magnificent site of Battir because it is on the UNESCO World Heritage Site, precisely focusing on the intangible cultural heritage. It will give the opportunity to young people to understand more and to be empowered and serve as advocates for their own cultural heritage. اليوم احنا وجودنا في المكان هو يرتبط بالاحتفال باليوم العالمي للشباب، بس في نفس الوقت مهم جدا انه الشباب يعرفوا المواقع الثقافية الفلسطينية اللي أصبحت على التراث العالمي تحتاج لجهد من الشباب نفسهم، من المجتمعات، من السياسيين، من الحكومات، من الجميع، من أجل الحفاظ عليه واستمراريته للأجيال القادمة. محمد القاضي من الخليل، خريج هندسة زراعية من جامعة الحرم، درست الآن بشتغل في مجال الزراعة في الوقت الحالي. أعطينا حدا. وهذا ما يميز كثير نوعا في أشياء الناس اعتمدتها منذ آلاف السنين وما زالت موجودة لغاية اليوم، وهذا اللي نسميه جزء من التراث الحي. في بتير إن عدد أيام الأسبوع 8 مش 7. هذا سمعت محل تاني إنه فيه 8 أيام الأسبوع. بالضبط. في بتير طلعنا يوم 8. وهذه كانت التقسيم اللي اعتمدوها أهل البلد بداية في تقسيم المي لكل عيلة أو لكل حمولة من البلد لمدة يوم. فعندنا 8 عائلات رئيسية في البلد، كل حمولة بتأخذ المي ليوم واحد، وهذه الدورة بتأخذ 8 أيام. أنا خليني أقول أنا من دار معمر والمي إلنا اليوم لعائلتنا. فبنزل جوا البركة، بحط العصاية على العلامة اللي موجود اللي هو أوطى منسوب موجود في البركة، وبشوف احتفاء المي الكلي وبحط هاي العلامة كماركة كعلامة لارتفاع المي الكلي. كل المي الموجودة في البركة هاي إلنا لعائلتنا، بس لانه في ناس ثانيه بتحتاج اليوم اللي انا بسقي فيه ميه، فانا بدي اشاركهم فيها، بالمقابل انا استخدم ميتهم في اليوم اللي بتكون الميه اللي معهم. فاستخدموا الاداه القديمه اللي استعملت فتره الرومانيه لحساب كميه المي، حولوها من زمن لكميه، والكميه هاي معلومه. هذا النظام اللي هو موجود في اكثر من عين مي، ولكن هذا اشهرهم واللي احنا بنسميه في التفكير المعدوم. هاي لين سعادة، مهندسة زراعية وصاحبة مشروع خاص مشتل نيرس تنزيل يعني. هالحين هذول هن الأغراض اللي لقطناهن الصبح من أرضنا، زي الكرع، زي البتنجان، زي الكوسة. شو بدنا نطبخ؟ بدنا نطبخ يخني بتنجان، يخني كوسة، يخني كرعة، وبدنا نعمل ورق دوالي طبعا من أرض بكتير مكلوبة بتنجان بكتير. Oh, 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 oh